فلا تأخذكم فيهم رأفة ولا رحمة، وتعتبروا ما أنتم فيه من أعلى وأرقى أنواع الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قدوتنا جميعا، قدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يقول شر قتلى تحت أديم السماء هم خوارج، ويقول خير قتيل من قتلوا. شرط فأنت في معركتك معهم تحمي دينك، تحمي بلدك، تحمي عرضك، تحمي الدين عن كل شيء، لأنهم هؤلاء شوهوا الدين وأساءوا لدين الله عز وجل، أساءوا لدين الله، صارت رسالتهم هذه نفرت العالم عن قبول الإسلام. أصبحنا إحنا عند العالم الآن مشوهين أننا أصحاب تفجير وأصحاب ما نحمل رحمة للبشر، والله عز وجل قال في وصف محمد وما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للمسلمين ولا قال للمسلمين.